والله تمام. شوف الهيت جت. ووو 60. هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا ناس حبايبي الكرام، جات لكم مقطع جديد يا اساطير. بس ولكن قبل ما نبدا المقطع يا حبايبي، لا تنسوا صلاه حبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يا ناس حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب، نزل حدث اسطوري اليوم اللي اسمه بطاقات البطل. نعم، بطاقات البطل حبايبي كمان موجود معنا هون شباب. عندنا هون الفيكتور على اليسار والماجا على اليمين شباب. دول اسلحه يعني اول مره بينزلوا هيك احداث عليهم شباب، يعني حدث خاص لهم. سو جايز، باين من هالسلاحين يعني حيكونوا اسطوريين شباب. سو جايز، قم بلش حبايبي الكرام ندخل. لا تنسوا تروحوا على الانستغرام شباب، تشتركوا بالانستغرام حبايبي الكرام وتشاهدوا المقطع شباب. المقطع قبل هذا المقطع قبل شباب، عملت حساب جديد، عملت تقريبا شحنت فيه اكثر من 20,000 جو شباب. بدعيكم تروحوا تشوفوه شباب، مقطع بلوس. اوكي ليديز اند جنتلمان حبايبي، خلينا ندخل على الحدث. اوكي هذول الاحداث، ما في شيء تغيروا. اوكي نعمل هيك، نجي لهون. وين نروح؟ وين الاحداث كانوا شباب؟ نسيت. ما بصحصح جديد شباب، بصحصح جديد شباب. تعرفوا قهوه جنبي حبايبي. وين يا زلمه؟ وين الاحداث؟ اوكي حفظ الرقص، مهمه الرقص. تاك 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 تاك. لا مش هون. اوكي وينه يا زلمه؟ نروح على الاخبار، ما راح يكون هون. بطاقه البطل اتمانو، هذا هو بطاقه البطل شباب. طيب شباب، هذا الحدث شباب تعرفوا منيح. رح نعمل خلطة سحرية شباب. اوكي خلطة نخلط البطاقات مثل ما انتم شايفين شباب. اوكي رح نجي لهون عشان نشوفه منيح. اوكي خلينا نشوف الاسلحة شباب. عندنا هون الفيكتور فيه مدى 2 المدى يعني شباب، يعني هذا الشيء لوز بس انا الشيء مو عاجبني شباب بالدقة تبعيته، فهمتوا على كيف؟ ولكن عندنا يعني الذخيرة أكثر، فهمتوا علي كيف؟ يعني حدا يشيل دبل فيكتور شباب، خراب شامل. اوكي شباب، بالنسبة للماك حبايبي مثل ما انتم شايفين شباب، بالنسبة للماك عندنا هون المدى من بعد نفس الشيء شباب. دول سلاحين يعني ما اعرف اذا لاحظتوا نفس الشيء، بس ولكن الماك شاب فيه إعادة تعبئة ناقص 1 شباب، مع انه الماك شاب أحد الأسلحة اللي يشبهوا الشوت جان والاسلحه اللي يعني مثل الشوت جانات وكله، يعني بيضربوا اكثر من طلقه بنفس الوقت. اوكي سو جايز، خلينا نشوف على اليسار. روح على حبايبي، روح على اليسار، خلينا نشوف شو راح يصير معنا. نعمل خلطه السحريه. اوكي وين الخلطه؟ هاي هي الخلطه، اعمل خلطه لشوف يا جميل. ايه تمانو حبيبي والله. اوكي شباب، بالعاده شباب دائما بنعمل كيف اقول لكم، بالعاده دائما بنعمل بنحدد انه نضرب على النص، بس ولكن هذه المره شباب راح نشوف غير شيء. اوكي يلا، ما راح نضرب على النص، راح نعمل عكس تماما. اوكي نعم، اوكي نعمل هون، نضرب على اليسار هذه المره، نعمل تاكيد حبيبي والله. بيضه. اوكي هذه المره راح نضرب راح نضرب جنب يلا روح. ها نشوف شو راح يصير. بيضه، راح نضرب هذه المرة على اليسار فوق شباب حبيبي والله. بيض على اليمين شباب، ما راح اضرب بالزوايا وهيك، يعني مو بالزوايا، يعني كل مرة بضرب بالزوايا وبالنص ما نص شباب على الفاضي. خلينا نضرب المرة على النص نشوف شو راح يطلع معنا. لا نضرب هون، غيرت الاتجاه شباب، كنت اضرب على النص ضربت فوق على اليسار اشوف. طب ثواني، بما انه كنت حابب اضرب على اليسار فوق، خلينا نجرب على النص شو راح يصير. اوكي معناتها السلاحين شباب، الفيكتور بطولة العالم وهذا بتعدل حدث البطل هذا، معناتها راح يكون يا مع الزاوية فوق يا تحت على اليمين يا فوق لفوق. اولي جيب لفوق، خلينا نضرب لفوق نشوف. يا زلمة اقسم بالله شباب، يعني خلاص هذا هو الماك ولا فيكتور؟ الماك، هذا الماك علينا، حصلنا عليه. ثانك يو سو ماتش حبيبي والله. التمانو نعم، باقينا جوار شباب ما راح نكفي حبيبي والله. دقيقة يا شباب، دائما هيك بيصير معي، صدقوني دائما هيك بيصير معي يا اساطير. نشحن شوية الجواهر. طبعا شباب دائما بقول لكم انا بشحن دائما عن طريق الجارينا شوب. اوكي جارينا شوب يعني شباب الموقع الرسمي تبع الشركة، فهمتوا على كيف. اوكي نعمل رفرش عشان نشوف نتاكد ان الزوار وصلوا جواهر، نجيب الاخير.
تكلفة حبيبي بنعرف التكلفة حبيبي والله بنعرف التكلفة خلاص فهمنا حنا بشان ندخل اوكي شو هيك حصلنا على الفيكتور حبايبي اوكي خلينا نروح نشوف اوضاعه وشايف شوف شكله من عن قرب يا ستير وين الرشاش لا مو هذا فيكتور فيكتور بيكون اخر شيء طبعا شباب هون رح نعمل مقارنة سريعة بين هدول الطرفين وات تحميل هذا فيكتور شباب مرة بالنسبة بالصناديق اوكي فيكتور تسامي هذا فيه المدى مو نفس هذا بس هذا فيه 2 نقطة من المدى حتى هذا نقدر نعرضه بالعرض في الفريق نقدر نشيله حلو والله خلينا نشوف الماك شباب الماك اوضاع الماك هذا هو الماك شباب ما اعرف اذا في سكين تاني نزل للماك هذا يعتبر اول سكين بس ولكن شيء معجبني شباب الماك من قبل بطيء بس بالاعادة تحميل بس يعني ما 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 راح يعجبني كثير الماك سو جايز خلينا ندخل الان نروح ندخل شوف قبل ما ندخل شباب نحط السماعات تكو حبيبي والله هالو ها وضعنا صار لوز اللو شباب يلا خلينا نشوف الاسلحه الحين شباب نزلوا جداد نجرب ابوهم يا سطير اتمانو 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 اوبا حبيبي اوكي خلينا نشوف كم بيضرب 80 هيد شوت اوكي عندنا هون 80 هيد شوت اوكي و27 طبعا بنقدر بس نحط له للفيكتور نقدر نحط له فقط خلينا نجيب 2 فيكتور شباب وين فيكتور ثاني هذا هو الفيكتور الثاني 27 طبعا هذا فيه مخزن حلو شيل فيكتور حنقدر نحط له شباب 2 اوكي طبعا شباب انا من الفيكتور ما بلعب كثير من الفيكتور بس شباب رح نشوف هذا نجرب نحاول نلعب بواحد بس تمام جرب هيد شوت 88 22 بدروب هذا شو بضرب والله بضرب 22 يعني شيء حلو على فكره طبعا ما في ولا درع ولا خوزن اوكي خلينا نحط له دول درع وخوزن نشوف على الهيد كم يضرب 37 تعال خلينا ندخل شباب نجربه بالارض الواقع نجربه بالارض الواقع يا اساطير يلا خلينا نشوف شباب الفيكتور خلينا نشوف فيكتور الجميل يلا نجرب اول شيء بسلاح واحد يا اساطير فهمتوا علي كيف نجرب اول شيء بسلاح واحد شوف شو وضعه شباب يعني فهمتوا علي طبعا شباب الفيكتور يعني سلاح حلو بالبطولات وهيك يعني بيعمل شيء اسطوري خلينا نشوف وين الناس يلا وين الناس اوبا يا حبيبي بليز حبيبي غير بدي اجرب الفيكتور يا حبيبي بدي اجرب الفيكتور يا حبيبي يا روحي خلينا نجرب الفيكتور يا اخوي يا اخوي أخو. فقط والله بجيب هيد شوتات يعني ها ما يشبه شيء يعني والله يعني شباب ما يشبه صراحه يعني منع يعني غدرني الوسي تعال صدقني تعال غدرتني اول غدرتني اول ابلع ايه انا بلعت المهم شباب يعني الصراحه يعني بس يعني بسلاح واحد ماشي مش هيك نشوف 16 من البعض شباب يعني والله يعني ماشي مش هذا الشيء شباب الدقه عنده باين عنه الدقه مش تمام انتوا على كيف الدقه يعني مش تمام لوز الدقه شباب انا غدرت خلينا نروح نشوف نجرب الاثنين ان شاء الله المره نشيل 2 شباب شو راح يصير الاثنين شباب الاثنين يا اساطير الاثنين نشيل 2 شباب ولا 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 يا زلمه بثاني دخل تعبان يا اخي تعبان شوي شباب ما تظني بده يغدرني هذا شو وضعه علي والله شباب بالنسبة للفيكتور شباب يعني ماشي سلاح حلو عم نبعد شباب فيكتور مبعد شباب ما يهدى أسلحة الفيكتور مخصص للقرب شباب يعني من بعد من هون لهون عند الجوكر ما يصير لازم تنتظر كل ما كان الفيكتور قريب شباب كل ما كان العدو قريب من ال كما تكون انت قريب من العدو من الخصم يعني كل ما كان أفضل للدبل فيكتور شباب فهمت يعني حبيبي والله نسي حاله مين هو مين انا مين انت فهمت علي كيف يلا شباب خلينا نروح نجرب نشوف الماك شباب شو رايكم بس نشوف اخر واحد هيك شباب يمسوا لا ولا هم لابسوني اوكي يلا مشي يلا نروح نشوف الماك شباب شو وضعه الان
طبعا شباب بالنسبة لفيكتور يعني بعت له تقييم حلو يعني. طبعا في عندكم شباب أسلحة اللي 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 خاصيات بتخرب السلاح، وفي خاصيات من نوع الأسلحة ما بيخ يعني بيخربوا، فهمتوا علي كيف؟ بينما هذا السكين شباب يعني ما بيخرب، يعني بالعكس بيعطي مدى وشو كان بيعطي يعني ذخيرة حلوة. خلينا نشوف الماك لان شباب، خلينا نشوف الماك، هات نشوف الماك. الماك شباب الماك طبعا، هل يا ترى هل السلاح سوف يدمر ال 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 شو الجرانات الطلقتين وكلش ما كلش ولا لا؟ اوكي شباب، طبعا هنا عندنا كان يعد ذخيرة كانت تعبانة، خلينا نضيف له الأشياء. طبعا شباب هذا موجود عندنا المدى ومخزن الذخيرة وإعادة تعبئة. اوكي بس والله الصراحة يعني شباب على حسب إعادة تعبئة شباب يعني ما مش كثير يعني عادي. اوكي ثواني شوي، وين شو بده؟ أبواني اوكي نحط له هاي تين ونحط له هاي. يلا خلينا نشوف شباب الموضوع عندنا. طبعا شباب ما شايف مثل ما انتم شايفين شباب عندنا تسعة طلقات شباب، انتوا علي عندنا 9 طلقات. نجرب هيك شوي على السي ميكي 20 ضرر في الثانية، ضرر فعال تلف. اوكي نعمل له ريفريش مع القرب 20 20 20. طبعا شباب نفس الشيء، شو كان لازم يكون مع القرب 110 110 شباب يضرب. يا سلام نشوف طبعا هذا فيه مدى، فيه مدى شباب يعني من بعد يضرب، يعني من بعد لازم يكون لوز 18 من بعد. هيك شوف شباب هالمسافه هي بيضرب 18 بس 18 طبعا هيك شباب عند المنطقه الحمراء خفيف شوي بس خفيف بيضرب يعني، فهمتوا علي؟ مع ذلك يعني عم جيب 44 حلو. خلينا ندخل نشوف على الساحه شباب، ساحه التدريب، ونشوف شو وضعه شباب هذا الماج، هذا هل يستاهل الماج انه يكون سلاح فيه؟ يا معلم هذا بربر، هذا ول 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 برنز بربر. يا الله طول بالك حجي، اخرب بيت سنتك. وش راح اجرب على الجسم اول شيء. اوكي وين هو؟ شو عم بعمل؟ يعني 3 4 طلقات، فهمتوا على كيف استعمل هيك على الجسم حبيبي؟ والله تمام. شوف الهيد شوت 60 شباب كله احمر حبيبي والله. خلينا نشوف الشباب من قرب، شوف الوضع من قرب. مين هذا؟ هذا ابلع ولك، ابلع ولك حبيبي والله. والله ماك جميل شباب، هذا الماك حلو. هذا متخبي والله حبيبي والله، حبيبي والله. نشوف هيك شكله هيك بعد يا زلمه. هلا الله بيضحك، عم بيضحك، بيقدر بيضحك، هذا بيقدر بيضحك. يا الله روح روح شباب، ما هذا ما فيش يا شباب، جبرت انزع بربر لانه في 7 ورا. يا الله اوكي الماج 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 جايز الماج يا ساتر. خلينا نشوف الباج شباب شو وضعه. هذا شوف هذا الجميل، هذا الجميل شو وضعه معلم؟ ويلي وين راح حبيبي؟ وين رايح؟ وين رايح؟ وين راح معلم؟ يا زلمه دوخني هذا اقسم بالله يا زلمه. اتمنوا ويل 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 قولي قولي. والله شيء مرتب شباب هذا الماج يا اساطير، عن جد يعني عجبني يعني سلاح يعني مرتب. قولي بربر شو في هون؟ وقف هذا وين؟ اوكي 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 هذا الجوكر الجميل، الجوكر الجميل عم بضرب، عم يتعلم من وشط شباب، عم يتعلم من وشط الجوكر شباب، الجوكر عم يتعلم من وشط الجوكر شباب، عم يتعلم من وشط الجوكر. الجوكر معلم بربر خلاص، بربر معلم الجوكر. هيك شوتات عشوائية حبيبي والله. خلينا كمان نشوف شباب، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك شباب، نلعب كمان شوي هيك نشوف الوضع. هذا يلا ليش كل شوي عم يوقف؟ شوف الخروف، ابلع ابلع يا خروف حبيبي والله. اسمه محمد. ايه معلم ابلع يا جميل. ثواني شباب وضع هذا، ابلع هيد شوت جميلة، ابلع هيد شوت جميلة، حط هاي. سرقوا 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 الجوكر، سرقوا الجوكر البربرجي. هيك حبيبي هيك البربر اسطورة. اوكي شباب الحلوين خلص يكفي حبايبي الكرام. ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبي، هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله استفدتوا معي واستفدتوا يعني
اعطونا لكم بالتعليقات يا اساطير لهذا الاسلحين يا شباب. بالنسبه للماك حلو مرتب، بالنسبه للفيكتور كمان حلو مرتب يا اساطير. اعطونا لكم بالتعليقات حبايبي الكرام، لا تنسونا باللايكات والاشتراكات وتفعلوا زر الجرس، احنا ناس ومش مشترك يشترك. ولا تنسون شباب الانستغرام شباب رح تبع الفيديو اللي نزلته امبارح شباب، فيديو اسطوري شباب، عن قريب رح يكون في مسابقه اسطوريه يا احلى ناس. حبايبنا الكرام نشوفكم على خير، ان شاء الله انبسطتوا معنا، نتمنى لكم يوم سعيد، نشوفكم على خير، نشوفكم باللايفات اليوم على الفيسبوك اليكو لايف المسويات شباب، نقول لكم تشاو تشاو.